في قبضته وتم القبض عليه وهو من أخطر العناصر. الله أكبر. سعيد علي ساهمت المدينة والسيطرة على المدينة من قبل التنظيم المسمى بتنظيم الدولة الدواعش، وداهموا مديرية الأمن واستولوا على المباني العالية في وسط المدينة، وكانت الدماء تسيل في الشوارع اللي أمام المديرية، وكان ذبح ناس تنتمي إلى الشرطة وإلى الإسناد. جبهة كانت ولامس أظن من عدة محاور، وكان الفكر الداعشي أو مسمى تنظيم الدولة كان عندهم سيارات مفخخة، وكانت عندهم أحزمة ناسفة، وكانت قناصين متمركزين في المباني اللي استولوا عليها. هم لما يدخلوا إلى أي مكان يأمنوا في أنفسهم بتمركزات في المباني العالية. فبراير 17 الشهداء.